الوجوه الخزفية الحديثة للأسنان. كثر الحديث أخيراً عن الوجوه الخزفية الحديثة للأسنان التي تعرف بالعدسات اللاصقة. كل ما تريدون معرفته عن هذه الابتسامة وأيضاً عن الأخطاء الطبية الواردة، وتحديداً إنه حنا دائماً نتطرق إلى الأخطاء الطبية نتيجة عمليات التجميل كشفط الدهون والتكميم وغير ذلك. اليوم سنتطرق أيضاً إلى الأخطاء الطبية ولكن نتيجة ابتسامة هوليوود. ولكن بداية دعوني أرحب بالدكتور بدر عبد السلام المتخصص في ابتسامة هوليوود، وسيفيدكم الكثير والكثير ويقدم لكم العديد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع. حياك الله معنا دكتور بدر. أهلا وسهلا. يا رسالة دكتور. أهلا وسهلا، تشرفنا فيك. يعني موضوع ابتسامة هوليوود أصبح هوس لدى الجميع، لكن أرجع أقول مثل ما ذكرت في البداية، مهم جدا اختيار الطبيب المناسب ليكون عارف ايش بيعمل في الاسنان. اكيد وجودك معنا دليل على هالشيء. ايش الفرق اللي حابين نشرح للمشاهدين مره ثانيه، ايش الفرق بين المنير واللامنير؟ هلا حابه اوصل للناس معلومه انه الناس فاهمه ابتسامه هوليوود هي فقط منير ولا منير. ابتسامه هوليوود احنا كلنا عارفين هي ابتسامه بيضاء ناصعه خاليه من التشوهات، يعني شيء ملفت للناس. الفرق بين البنير ولا منير او التلبيسه اللي هي الغطاء الكامل للسن حسب سماكة التلبيسة أو العدسة أو القشرة الخزفية اللي بنحكيها للناس. القشرة الخزفية تختلف سماكتها من 2/10 توصل لحد 1 ملي. 2/10 اللي هي اللومينير بنحكيها للناس، احنا بنحط لك لومينير اللي هي للأسنان الخالية من المشاكل فقط لتغيير اللون، وأحيانا ما بنحتاج أي نحت فيها. الفينير في نحت بسيط بيكون أو برد بسيط يعني لتعديل الشكل، واغلب الناس بنتطرق لهم للبنير. الناس فاهمه انه كله بينفع على المنير، طبعا هذه معلومه خاطئه. المنير للاسنان المصفوفه. وفي شغله ثانيه، الناس فاهمه انه ابتسامه هوليوود هي بس قشور خزفيه بس عدسات، لا، هي اكثر من طريقه واكثر من وسيله واكثر من تقنيه. ابتسامه هوليوود بدات زمان في التبييض اللي بنسمع عنه، تبييض الليزر، تبييض الزوم. صحيح. التبييض الامن للاسنان هو الاكثر زوم طبعا احنا عارفين. الموضوع الثاني اللي حاب اتطرق له انه ابتسامه هوليوود مش فقط قشره، ممكن تكون تلبيسه او غطى للسن كامل، يعني ينحت السن كامل. أوه. الناس فاهمه انه هي فقط قشره. فعلا صحيح. بالضبط، الناس فاهمه انه بالزراعه ما بينفع برضه تصير ابتسامه هوليوود، بالعكس بيصير حسب كل حاله، كل حاله تختلف عن الاخرى. هذه المعلومه حاب اوصلها، وهي هي التقنيات اللي بنحكي لها الناس التقنيه فاهمينها بس قشره وخلاص، لا. هي اكثر من طريقه واكثر من اسلوب تعامل مع السن. طب اذا نبغى مثلا نفرق مثلا او تعرف لنا بين التركيبه والمنير والفينير، الفرق بينهم ايهما افضل؟ طيب دكتور، ما في شيء اسمه ايهما افضل، هي حسب الحاله، حسب كل حاله، كل حاله مدرسه، كل حاله، كل شخص له طريقه. طبعا الاسنان المصفوفه بس لون. طب يعتمد على ايش؟ على بالنسبه للطريقه، على حاله الشخص، على حالة الأسنان، حالة الأسنان نفسها، حالة الأسنان. والله أنا عملت ابتسامتي، عملت اضطريت في مجموعة من الأسنان أعملها بنير ومجموعة تانية لومينير. نفس الفم ممكن في نفس يكون. الفم أوكي. في نفس الفم، مو بشرط كلها لومينير تكون. طبعا عندي تراكب أسنان مستحيل تطلع عندي لومينير. إذا كانت الأسنان صافة كويس ما في أي انعوجاج أو شيء، ولا أي شيء، بس لون لومينير وسمكتها بسيطة، وأهم شيء اللون يكون واحد مناسب. بالضبط، هي الناس فاهمة ابتسامة هوليوود الناصعة البياض أو اللون الفاتح كثير. طبعا في ناس تقول لك بدي اياها ألوان طبيعية، في ناس تقول لك بدي اياها أقرب للطبيعي أكثر، فهذه الخيارات كلها موجودة. في بعض، معليش دكتور، يعني إذا شفنا آية يعني بعض الفنانين اللي هم لجأوا أو توجهوا إلى صناعة الابتسامة أو ابتسامة هوليوود، أحس إنه ألوان أسنانهم جاية على الزراق أو أزرق. بالضبط، هاي غالبا بتكون الفينير السميك او هي التلبيس او التركيبه، يعني ينحت كامل السن. تلبيسه الزيركون كل ما زادت سماكتها كل ما اعطت لون ابيض كثير، واحيانا اللون الابيض الزايد او الميل الازرق يعتبر مش طبيعي او سيء. صحيح، يعني مزعج للعين. انت بدك لون مريح للشخص اللي قاعد، مزعج للعين، وحيصير مثلا الشخص اللي حيقابلك ما حيناظر الا بالفم نفسها. صحيح. او الاسنان بيجذب هو جمال الابتسامه انها بتلفت الشخص، يعني ابتسامتك حلوه لفتتني اول ما شفتها مثلا، يعني في هذا شيء ملفت، بس لونها او زياده البياض بصير شيء بشع. صحيح. يعني اختيار اللون او طريقه اختيار اللون يعتمد على الطبيب وعلى المريض. دائما بيعطوا الخيار للمريض، هذا غلط. الطبيب يساعد المريض، ما بيعرف ايش اللي حيطلع له. صحيح. المريض بعد ما يركب يمكن يقول لك كثير مو حلو عليه اللون. صحيح، يعني الاشخاص اللي ما جربوا هالتقنيات بيسمعوا اشياء او قد تكون صحيحه او قد تكون خاطئه. بعض المشاكل اللي ممكن تحصل، مضاعفات معينه مثلا، بالذات اذا حصل نحت للسن
هل ممكن تحصل تسوسات من تحت السن او مثلا التهابات معينه بالزبط. او اشياء مشاكل اخرى؟ هلا دائما بحكي اول سؤال بيدخل عليه المريض ايش المشاكل ايش المساوئ، دائما قبل ما احكي عن الفوائد بحكي عن المساوئ عشان اكون واضح. صحيح. يعني فيها موضوع زمن احيانا. الفينير بشكل عام يحتاج الى نحت، واي جسم غريب في الجسم، اي جسم غريب يسبب الى مشاكل، حتى روائح حتى مضاعفات. كلنا هذا عارفينه، اول معلومه بتفتح الانترنت او جوجل او يوتيوب مضاعفات ومشاكل وروائح والتهابات لثه. طبعا ما في حكي منه غلط، لا في منه صح، بس بطريقه يعني لازم اعرف السبب. دائما الغلط من الطبيب والمريض اكثر، اللي اهتمام المريض. ايوه. عدم اختياره للماده، عدم اختياره للدكتور الصح. الوسائل الاعلاميه الان اللي بينشروا فيها ورخص الاسعار واللاحقين الاعلانات برضه هاي مشكله كبيره. صحيح. وما في بني ادم معصوم الخطا، حتى احسن دكتور ممكن يغلط، بس غلط عن غلط يخطأ. ممكن صحيح خطا يفرق. عن خطا بيفرق. يعني دائما دكتور نتطرق الى الاخطاء الطبيه لعمليات التجميل، سواء شفط دهون، تكميم، شد بالزبط. مثلا وغير ذلك من عمليات التجميل، لكن ولا مره تطرقنا الى الاخطاء الطبيه لصناعه الابتسامه. أيه. كثير مثلا بيتخوفوا بصراحه، يقول لك انه مثلا ممكن ابتسامتي تتغير، طريقه الرياكشن تحقي او مثلا رده الفعل تتغير، او اسناني حتكون ظاهره او عندها بروز. ما رايك؟ تجميليه مش اخطائها طبيه اكثر. يعني طريقه صنع الابتسامه او تصميم الابتسامه، دائما نحكي ان تصميم الابتسامه اساس بالابتسامه. طريقه اختيار الفن او المعمل تبع العياده، احيانا بيختار اسنان طويله، احيانا بيختار سماكه عاليه، احيانا ما بيشوف الفني، دائما ما بيشوف المريض. في عيادات الان بدات توفر هذا الشيء او يسموه تصميم الابتسامه، انه يشوف المريض. صنع الابتسامة بيعتمد على قوالب جبس أغلبا، بتعرف بيصنعوا على الجبس. طبعا هو مو شاف الشخص أو مو شاف المريض أو مو شاف قد بروز العظم عنده، طبعا هنا فيها أخطاء بصير. استخدام أيضا الأدوات الغير معقمة، هذه أخطاء طبية مش تجميلية، أخطاء طبية مش بس أدوات. حتى لما ركب الابتسامة، هل التعامل مع اللثة، حواف اللثة، تنظيف اللثة، تأسيس اللثة أهم مرحلة في اختيار الابتسامة أو صنع الابتسامة نحكي. ممكن أحيانا بيحط الفينير، في ناس ما بيعرفوها، كل الناس تحب اسنانها لازقه في بعض. طب العدسات لازم نعمل فتحات بين الاسنان، هي الفتحات الطبيعيه اللي بين كل الاسنان عند كل الناس، اللي هي بالخيط، اني ادخل بالخيط. الناس تقول لك ركبت ابتسامه حتى ما في داعي افرش اسناني، طب يجي بعد شهر عنده مشاكل من الريحه من جوا كمان، يعني في لسه الجزء الداخلي سن موجود. طيب هو حتى الجزء الخارجي معرض، في اماكن تثبيت للاكل، يعني اماكن صغيره بتثبت الاكل، طب هاي بتعمل روائح، بتعمل التهابات، بيجي بعد شهر لثته حمراء، دم، مشاكل. هذا غلط الدكتور، خطأ طبي يعتبر انه ما بلغه، انه لازم تيجي كل 3 شهور متابعه دوريه، تنظيف الخيط، المضامض. بس في صعوبه في تنظيف الخيط تحديدا اذا كانت الاسنان مثلا متراصه. في بدائل. ما هي بدائل مثلا؟ في هلا الووتر بيك، هلا نزلوها مضخه المي الصغيره بدل الخيط بين الاسنان في المي، بتنظف بس مضخه صغيره بتضخ بين الاسنان. والخيط مو صعب، حتى لما يبني الاسنان هنا في صنع الابتسامه او المعمل يعطيك مسافه صغيره للخيط، والخيط سماكته بتفرق. الدكتور بيقول لك عليها انه لازم الخيط، اهم نقطه في الابتسامه الخيط. حتى الاشخاص اللي ما عملوا ابتسامه ايضا كمان الخيط من جدا مهم، بنفضل لهم الخيط لانه الناس واصلتهم معلومه كلها بيقروا على الانترنت، الخيط بيعمل فراغات من الاسنان. اي اختار خيط ثاني، الخيط له سمكات له انواع، استشر طبيبك. يعني لا خلاص بنستخدم التقنيه الثانيه اللي مثل ما تفضل متوفره بالاسواق، هذه مضخه المويه متوفره جدا وجميله واصلا فعالة، انها بتعطي حيويه للثه. جميل. وما بتخلى اي اكل. من الاشياء كمان اللي اسمع منها كثير تخوف لهذه التقنيه كمان نوعيه الاكل، هل كل الاكل مسموح؟ بعض الاشخاص يقول لك لا انا خاف اكل اكل قاسي يقوم يتكسر او يصير له موضوع معين. اكيد سمعت هالموضوع كثير. هذا اول سؤال، يعني الناس ما حدا حيحرم نفسه من الاكل. هل الصن الطبيعي بينكسر؟ كمان لله فصلنا في الخلق، يعني احنا الناس بنصنع في ايدنا، يعني ما راح نكون في قوه الاشياء الطبيعيه او الصنع الطبيعي. تنكسر تنكسر، ما راح ننكر كل ممكن نصلح، بس يعني في طريقه ان ناكل بس من اكل يعني شديد، يعني اللي بيفتح علبه بيبسي ايوه طب منطقي بدها تكسر. اي صحيح، بس انه الطبيعي حيكسر. يعني اختيار الشيء، يعني اختيار طريقه الاكل او نوع الاكل شيء مهم بالنسبه لنا. في ناس بيقول لي حاكل التفاحه، كل احنا انا بحكي مريضي بالنسبه لي حاول انه بالسكينه، بس هو مسموح لك تاكل، قطعها افضل بس مسموح لك، ما راح تتاثر. يعني احنا بناخذ احتياطنا، يعني انت مسافر وعارف حالك مسافر، دكتورك في بلد ثاني، اكون منتبه اكثر شوي في الاكل، اخذ احتياطي اكثر.
يعني ما بقدر انكر على المريض، لانه لو صار حادث او كسر هيقول لي انت ما بلغتني. ايوه حيلومك ساعتها ما نبهتني. لازم يكون واضح. طيب اي شيء في الدنيا له مضاعفات، لو شيء بسيط وممكن ان يتعرض مثلا من صنع الابتسامه الى مثلا بعض الاثار السلبيه، مثلا ما ناسبته العدسات سببت له مثلا حساسيه، اي شيء حسيه ما في حدا ما بتجي حسيه اول فتره، احنا دائما بنحكي للمريض اول فتره؟ اول فتره من 5 أيام الى شهر، في ناس تستمر بس اخف. هي اللمعه تقصد؟ اللجه اللمعه، أيوه. انت اختلاف مصطلحات بين الناس يعني، بس بتضلها موجوده هاي. يعني لفتره مثلا نحكي اقصى حد شهر، في ناس بيقول لي والله صار لي سنين، بس بيكون النحت زياده قريب على العصب، يعني في مشكله بتكون عنده كشخص. ودائما هذه المضاعفات حتى في الكتب بيقولوا لك من مساوئ والله البنير والبنير انه والله بتعمل حساسيه في الاسنان. فهذا شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي. مش بدي اكون عارفه، لازم اكون مبلغ مريضي. يعني مش اكذب عليه، والله ما بتوقع ولا ما بتطلع ريحه والله، لا. واضح. مثاليه يعني. بس لأن كل الاشياء الحلوه لها يعني عواقب. بالضبط التجميل كله بشكل أكيد عام. اكيد كل لازم تجميل البشره او الوجه. لازم اكون كمان اهتمام وتابع دوري. وتابع الطبيب. ما تتابعنيش بس تعالي، تعال اشوفك. تعال بانتظام اكيد. تعال بس انظف لك اسنانك. يعني كمان العمر اللي ممكن يبدا فيه الشخص يعمل هالموضوع، ايش تنصح؟ هنا المشكلة اللي بنعاني منها من الأطباء، صار موضوع استغلالي. من فترة من أسبوعين أجاني مريض عمره، أم مريض عمره ابنها 14 سنة. 14 سنة؟ دكتور يبغى يسوي الابتسامة. لا دكتور بادي معه في الابتسامة. صغير 14 سنة، والأم ما بتعرف، هون الجهل صار عنه. العمر يعني لازم أكون كبير، لا يعني احنا بنفضل فوق ال 25، طب بس تحت ال 25 عنده مشاكل في أسنانه، منطقيا لازم نجملها عنده مناسبة. أما والله أسنانه نظيفة وحلوة تحت ال 25 انا ما بفضل وضد هالفكره. هذا. يعني بحب الاعمار الكبيره، استهلك اسنانك يعني ممكن. استخدم اسنانك بعدين ركب عدسه، يعني ايش من خلقه الله استخدمه انا. هذا كم المفضل. سنه بتفضل الابتسامه جميله مثلا؟ جميله هي دائما جميله، بس قديش مدتها؟ أيوة. أيوة. كم مدتها هلا التركيبات بشكل عام؟ الكتب والاكاديميات بقول لك من 10 ل 15 سنه التركيبه الطبيعيه مش العدسه. بس العدسه كيف التركيبه الطبيعيه؟ التركيبه الطبيعيه اللي هي غطي كامل السن، الكراون او التلبيس. العدسه غطى خارجي تثبيتها شوي اقل بيجي. ما بنقدر نحدد نحكي 10 او 15 سنه لانه عمرها اصلا في السوق مش مو طويل، او خبرتها في السوق مو طويله. انا بحكي لمريضي 10 سنين بس ان صار حادث اقل فعادي، هذا شيء متوقع. ايوه يعني كمال لله بالنهايه يعني. بالتاكيد امكانيه مثلا ذهاب القشرة أو نزولها أو خروجها من مكانها احتمالية، احتمالية واردة؟ طبعًا. هل ممكن مثلا شخص يكون نايم فجأة يصيح يلاقي سطاحة القشرة؟ هل ما نمضي أوصلها للناس؟ بيجيني مريض وأنا كنت نايم ولقيت العدسة في تمي، صحيت لقيتها. يعني بتحصل مستحيل مثلا، بس هي مش لأنه نايم أو وقعت. لود، تكرار الضغط على العدسة، تكرار الطر على العدسة، نايم على أسنانه بيقض عليها أكثر من مرة، تعرضت للضرب زي ما بدنا أضربه 20 ضربة، 21 ممكن ينكسر. فأكثر من ضربة أجت على العدسة فخلتها أنها توقع، في سبب قديم مو مباشرة والله وقعت لحالها. ايه صحيح. ودائما بعد تركيب العدسات بنبلغ مريضنا دائما أول شهر معرض للمشاكل في العدسة، أنها توقع، أنه يصير فيها مشكلة، تخللها فقاعات هواء. الصنع، الخطأ في الصنع من عندي بيكون مو من المريض، بنعترف للمريض أول شهر لازم نكون عارف. خلال التلزيق العدسات ممكن انا مو منتبه، حط لسانه دخل لعاب دخل هواء، يعني ما في حدا معصوم من خطأ. فلازم يكون عارف المريض. هاي اول شهر، بعد هذه الفتره خلص يعني ان شاء الله طول العمر. هل دكتور مثلا نصيحه اخيره لو تكرمت توجهها مثلا للمشاهدين، وتحديدا من يريد ان يصنع الابتسامه؟ يعني في كثير مثلا فعلا بينجرف وراء الاعلانات التجاريه، ممكن مثلا يتوجهوا الى طبيب مثلا غير مؤهل او غير كفؤ مثلا لصنع الابتسامه. صنع الابتسامه ما بيعتمد على الطبيب لحاله، لازم يكونوا عارفين المسؤول عن صنع الابتسامه المعمل مع الطبيب، موضوع متشارك بينهم. بيعجبني الدكتور بدر جالس يدافع عن كل اطباء الاسنان، يعني بنوجه تحيه لكل طبيب اسنان سواء متخصص بالابتسامه او لا. لازم ادافع عنهم لانه ما في يعني الغلط دائما يحطوا على الطبيب، ولكن الغلط مو على الطبيب دائما، غلط على المريض. يعني انا معرض لهذا الشيء دائما، الغلط على المريض 90%. أقول لك 90% الغلط على المريض، دائما الناس تفكر انه غلط من الطبيب، لكن انت طب ايش كم الغلط اللي حيكتبه؟ اول غلط منه انه اختار طبيبه غلط. اوكي. اي اول غلط. اوكي انه اختار طبيبه غلط. مو ذنبي انا، بالضبط. مو انت مركب برا تيجي تحط الغلط علي. بلاقي اغلاط في الاسنان بقول له والله انا بلغتك انا شايف كذا، بس قابل للاصلاح، مش والله اخبي واسب على الدكتور واستغل. صحيح.
مش عشان أنا أرفع سمعتي أظلم غيري. بالتأكيد. أنا ما ببني حياتي على غيري لما بحكوها. صحيح. وغير هيك كنصيحة بحكيها للناس، قبل ما تصنع الابتسامة شوف حالك محتاجها أو لا. مش أنا ما رضيت تروح عند غيري. أنا بحكي المريض إذا أنت ما بدك عندي ما تلف على طول تروح عند غيري. جميل. فكر. يعني سؤال أخير، هل التبييض الأسنان الأسنان الكويسة اللي ما فيها أي مشاكل قد يكون غني عن؟ كافي لفترة. كافي لفترة. إنه تكرار تبييض كمان مو. تكرار تبييض مو حلو بس لفترة يعني كويس. عندك مناسبة، عندك طلعة، عندك مقابلة نحن. أكيد. أكيد كل الشكر لك. أنا كدكتور عملتها لإلي لأن كدكتور بشتغل فيها. وبشكركم على الأسئلة الجميلة. شكرا لك دكتور. الله يسعدك. شكرا لك. ونشكرك دكتور بدر اللي تحت فرصة لنا باستضافتك، تسليط الضوء تحديدا على صنع الابتسامة وعلى الأخطاء الطبية. يعني نصيحة أخيرة بتوجهها لكل المشاهدين، اتباع نصائح طبيب الأسنان بس يلحق الدكتور ما يرد على نفسه، يرد على الدكتور لأن الناس تسمع من جارتها وصاحبها. بإذن الله. على الدكتور بس. الله يسعدك. شكرا لك. وأيضا مشاهدينا شكر موصول لكم، أتمنى تكونوا استمتعتم معنا اليوم. طبعا سيتجدد لقائي معكم في يوم جديد وحلقة جديدة من حياتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء. أكيد اللقاء مشاهدينا، اللقاء فيكم بإذن الله يتجدد غدا في حلقة جديدة وموضوعات مختلفة. تابعونا، إلى اللقاء.